شوف بشوفك تارك الدكان. اللي بيسمعك بيقول مفلت مصلحة كبيرة. ما هي وبناها واحد تركت العبد فيها. هالغراض إذا بعنا باليوم 30-40 كرش بيكون أبونا باشا، بيطلع لنا فيهن 3-4 كروش. يلا ولا البلاش، الله بيهون على الناس. لوين أنت بدكم تضلوا تشتغلوا بهالأرض؟ لما يريد الله. شو برانا؟ شو ناوي تزرع السنة؟ شتوي ولا صيفي؟ لحتى نعرف شو بيطلع لنا السنة من أرض المشاع والله بيهونها. ليش ما عرفت شو طلع لك؟ ليش هم كسموا الأرض؟ كسموها، ولا من شاف ولا من عرف. وهم اللي عارفهم المختار وأبو عايد. كيف كسبوا الأرض يا ابنا؟ مش لازم القرعة زي كل سنة؟ يا سيدي بيقولوا عملوا قرعة. قرعة بينهم؟ وإحنا وين؟ ليش ما عملوها قدامنا كلنا؟ أنا هالسنة نفضت ايدي من هالشغلة خوف لحدا يوجع لي راسي، وخليتها لابو عايد وزلامه. هذا بيصير يا ابو عارف؟ هذا اللي صار يا ابو احمد. واذا بدكم اشي هذاك ابو عايد قدامكم. لا عاد ليش انت المختار يا ابو عارف؟ امشي يا ابو، امشي امشي. لا حول ولا قوة الا بالله. شو يعني بتخوننا يا ابو احمد؟ مش القصد. ولا ايش القصد؟ اعمل لك قرعة زي كل سنة وكل واحد وعاد وعاد. السنة طلع حظكم مش مليح، السنة الجاي يمكن يكون أحسن. وين الظلم عاد؟ مدامت قرعة وما فيهاش ظلم، ليش ما عملتوها قدام كل هالناس؟ انتو من دون الخلق مش لازم تحتجوا. قصدك انه غربية ومش من أهل البلد؟ الأرض المشاع لأهل البلد الأصلة، بس احنا صرنا نقسم لكم. وهياكم ما شاء الله صار عندكم عمار الزيتون وصرت من أصحاب الملك. شكفة الأرض اللي عنا يا أبو عايد ما بتجي خزق في أراضيك. وإحنا ما أخذناها صدقة، اشتريناها من شكانا وشكى أبوتنا وشكى أولادنا. بعدين أنت عارف شكفة الأرض هذه اللي حسبنا عليها ما بتطلع ربع ضرائب للتندفع فيها. عاد ليش حملها على ظهرك؟ مش أنا عرضت عليك تبيعني إياها؟ هذا الحكي خلصنا منه يا أبو عايد. هسا إحنا في موضوع أرض المشاع. وهذا الحكي خلصنا منه يا أبو أحمد. وليش يا ابو عايد ما بنكسر باب الشر وبنعيد القرعة بحضور الجميع؟ ومين اللي بيقدر يفتح علينا باب شر؟ فلتك انت من الجماعة يا ابو العبد وخليك بحالك. انت زلمي طيب وما فيش بيننا وبينك غير منيح. اذا كان هيك لعاد انا زيه ان ظلمت بحكاية الارض الميري هاي. يعني انت كمان بتخونني يا ابو العبد؟ يا ابو عايد لا تقول كاني ولا ماني. اللي عندي سمعتوه واللي ما عجبوش يروح يبلط البحر. امشي يا ابو العبد امشي، ما فيش فايده. يا جماعه زي الله ما بكره الظلم والظالم، بكره اللي بيقبل الظلم ويسكت عليه. هذا رزقنا ورزق عيالنا، وان سكتنا عن هالعمله بكره بيعملوا اكثر. هاي مش ارضهم ولا ارض ابوهم، هاي ارض البلد من ايام الاتراك ومش مسجله باسم حدا. شو بيطلع بإيدنا نعمل؟ هذول شرانية ما بيخافوا الله. يا أخي أنا لحالي وأنت لحالك منقدرش عليهم، لكن مع بعض بنقدر ونص. يعني بدك نحمل العصي ونروح نهد عليهم؟ هذا اللي بدك إياه؟ لا يا أخي مش نهد عليهم بالعصي، بس الدنيا مش سايبة، في ناس مسؤولين في حيفا. وهياني محضر مزبطة، اللي بيعرف يوقع يوقع واللي بيعرفش بيبصم. صحيح إنه إحنا من عائلة السبعاوي؟ انت كمان مش مصدق ابوك؟ طيب ليش هون الناس مش مصدقين؟ الله لا يجعلهم يصدقوا. مدام احنا مزبوط من دار السبعاوي ليش ما نروح عندهم؟ وشو بدنا نروح نساوي؟ رحت انا ورحمه ابوي مرتين ثلاثه، وشو بيعرفهم فينا؟ والله وناس جايين عندهم بتقول احنا بالاصل منكم، وشو بدريهم اللي عايشين؟ وهاي وراها أراضي وحكوك يا أبا. قوموا عاد خلينا كنس مطرحكم. قوموا.
بحب الظلم؟ مين بده يطلع بيها؟ إن شاء الله بدهم يحطوها براسك. النزلة عحيفة مش ببلاش. مسعود تعال تعال، حطيت اسمك، وقع مشان تكسر التواقيع والبصمات. طب مزح المزبطة تاكلك. ايش؟ خايف؟ اه خايف. ليش خيا؟ بدهم يقطعوا روسنا؟ ما سمعت شو قال ابوك؟ موس من عصير أوجه، ما خطر على بالك لمين المعصر اللي في البلد؟ آه قصدك يعني بتتوقع تروح تشتكي عليهم بعدين يرضوا يعصروا لك زيتوناتك؟ ليش خيي نحن قاعدين بنعصر ببلاش؟ ببلاش والله بمصاري، بيستغنوا عن مصرياتك مشان يخربوا بيتك. وين نروح احنا بالزيتونات؟ احنا بتنشف حلوكنا تنوصلهم لمعصرة البلد هون. حمارة ما في عنا تنكل عليها، نستقرضها من هذا ولا من هذا، إذا طلع في إيدنا ولا بندفع أجارها من الغلة. كيف بدنا ننكلهم لكارية ثانية؟ هذا هو الصحيح، وقعنا حالنا ولازم ندور على باب. ايش؟ امزع المزبطة يعني؟ بحمل الزيتونات على معصرة بلد ثانية ولا بمزعهاش؟ شو بدي اقول للناس اللي وقعوا وبسموا؟ يا جماعة الظلم عاطل ومش مليح. صح، الظلم عاطل. بل ظلم الانجليز واليهود اعطل من ظلم ابو عايد والمختار. هي هي هسه شو جاب سيرة اليهود والانجليز؟ ايش؟ انت ناسي انه الانجليز من كم من سنه عملوا قانون جديد للاراضي المشاع اللي للعشائر والكره، بسموه قانون هذا يا ربي ايش بسموه؟ ايش زي ما تقول تسويه حقوق استملاك الاراضي المشاع، يعني الاراضي المشاع اللي بيصير عليها مشكله بيبعثوا من عندهم مامورين من الدائره تبعتهم يشوفوا شو المشكله. طب منيح يجوا ويشوفوا شو المشكله، ما هو هذا اللي بدنا اياه. هلا والله يا سيدي، بيجوا بيشوفوا شو المشكله بعدين بيعلنوا انه هذه الاراضي اراضي حكوميه تحت تصرف المندوب الزفت، والكل بيعرف كيف بيتصرف فيها. بتروح لليهود خيا، بتروح لليهود. ما هو كل هذا الكانون محطوط مشان هالغرض، صارت قبل اليوم. وين عاد نروح احنا لما ارض الكريه تبعتنا تصفى لليهود؟ لا والله، انا عندي تتسجل الارض كلها لابو عايد المختار ولا يطلع منها شبر واحد لليهود او الانجليز. هذول الزيتونات صغار وهذول يا دوبهم يطلعوا موت السنه، شو بدنا نبيع منهم؟ احنا شو طالع لنا يا ابو احمد؟ يا ابو احمد احنا موظفين، يعني بدكم تسايرونا؟ احنا منساير جميع ضمن المستطاع، بس انت عارف هذول الانجليز فيش شيء بمروا عليهم. اذا لاحظوا الموظفين اللي اعلى منا انه غله الضرائب اللي على المحصول العام اقل بكثير من تقديرات الحكومه، احنا بنقع تحت المسؤوليه، وفي من وراها مشاكل واتهامات ويمكن تحقيق. علمك الانجليزي بيسخش بامه وبدك تقدر موقفه. بس ولا انت وياه نكتوا من كلابكم، علمكم اولاد. مش قلت لك مع الحكومه الله لا يكبعها؟ ليش ابوي زعلان؟ ما هم قاعدين يشلحوا فينا.
شو رايك نعمل عمله؟ بيش بالاوتومبيل؟ انت مجنون، ما هي بتكعب راس ابونا، شو صاير لك؟ هاي اللي ضايلات لحيلتنا، ما بيسدوا ربع اللي علينا. الله بيفرجها يابا، على الله تتعوض بعد كم من يوم لما يبدا الكتف. على الله. يلا يلا يا حسن، يلا يا علي، فيك والله يرضى عليكم. ما هو يوم والله بيعين. قال خايفين يغيبوا عن المدرسة. شو بدنا نعمل؟ لازم يساعدونا في قطاف الزيتون. من هسه طالعة؟ بدنا نلحق نوصل، ما انت عارف عمارة الزيتون تبعت أبو أيوب بعيدة. قلتيلي طالعة معك بنت أبو خضر. بنت أبو خضر وبنت أبو العبد وبنات ثانيات، بدي أميل عليهن ونطلع مع بعض. يخلف عليك يا أبو العبد، لو ما بيقرضنا الحمارة لما بتنسب، ولا ما بنعرف شو بدنا نعمل. ناس لبعضها يابا، أنا برضو ما كسرنا، بلا عوناه في كتف زتوناته، أكل ما فيها يعطينا حمارته. تكسروا العواد، ضربوا بالعصا، بس لا تقول لك شر مخ، إشي نزل الزيتون على الأرض. وين رحت يا أحمد؟ خلينا نبدأ من هون لهناك. مالك واقف عندك؟ يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم. كلهم أكم زيتونة وسرقونا. الله يجازي أولاد الحرام، الله ينعى على أولاد الحرام. أولاد الحرام معروفين يابا، مين غير هالخايس أبو عايد؟ على ركبتي إنه مبارح لما كتفوا زيتوناتهم سرقوا زيتوناتنا. معقول يا ناس؟ بيعملها أبو عايد؟ بعملها وبعمل أبوها. ذنب الكلب أعوج لو حطيته بكالب 40 سنة. هذا الزلمة مش حالي لعنا غير ما أروح وأعمل فيه عملة. هسه مش وقت نعمل شيء، إذا حكينا مع الزلمة ما بنعصر زيتوناتنا. مصيبة واحدة ولا مصيبتين. لما نعصرهم والله يهونها بنشوف شو بدنا نعمل. قوم يا ابو احمد، قوم. في الله، الله كبير. قوم قوم. يلا يا بنات بدنا همي. الخير هذول الظاهر خلص ناويين يقطعوا رزقنا. ايش في يابا؟ قول
بيقولوا انه ما بيطلع لنا دور الا بعد اسبوع على الاقل. بعد اسبوع؟ مين اللي كان؟ تعال وين رايح؟ هذول شغيله منبهه عليهم. ابو عايد الله اكبر، ما احنا اتفقنا معاه، ليش ما كان قبل ما قطفنا؟ كنا خليناه على امه تحين دورنا. هسه الزيتون راح ينكمر والزيت تطلع طعمته عاطله، مين هو اللي بده يشتري منا؟ عملها ابو عايد عملها. وانت ما بدك تعكر؟ شو مالي يا زلمه، حرام عليك. ما حرام الا الحرام. شو هذا يا ابو عايد؟ بعد ما كتبنا زيتونات جماعتك جوا بيقولوا اللي قالوا لك يا هو الصحيح، بس مش كان الحكي وهيك صار. بس هيك بيخرب بيتنا وانت ما بيهول لك. ما بيهول لي، بس عاد شو بدي اسوي؟ ما كنتش حاسب حساب، المعصر القريب خرباني وجوني جماعة كثير من الكرة الثانية، منهم كرايب وأصحاب وناس بيني وبينهم مصالح، ما بقدرش أفشلهم. ما كنت تفشلهم، أخرهم، كان بلاش يتوسع. كل واحد داير على مصلحته يا أبو أحمد، الناس بدها تخلص وتبيع. بس لو قلت لنا كنا ما كتبنا الزيتون. هذا اللي إجا، وكل واحد بيأكل نصيبه. تعال وين رايح؟ إيدك يا ولد، والله والله مقطعها. مش أكثر من قطع رزق يا قليل الدين. انت غدرت فينا مشان تخرب دارنا. لك مش بكفي سرقتوا زيتوناتنا اللي على حدكم؟ ايش ايش؟ احنا سرقنا ولك معنا بغرقكم بالزيت. صحيح انك ما بتستحي. لا والله، انت اللي ما بتستحي. اسمع، بالمنيح بالعاطل لا بالمنيح ولا بالعاطل. ما دام وصلت تتهمني بالسرقة، طب علي الطلاق بالثلاثة. كل ما تحل تحرم، ما بتعصروا عندي. وريني اشوف شو بدك تعمل. بالفعل بدي اوريك شو بقدر اعمل. يا جماعه صلوا على النبي واخذوا الشيطان. استناش الحكي، انتوا ولاد بلد. ولاد بلد فشل، هذول مقطوعين من الشجره، لا بيعرفوا عم ولا خال. ولك ولك مالك انت؟ والله اذا بترفع ايدك ما بترجع محله، وبنصرك هون بدل الزيتون. امشي كده. تعال. الله على الظالم، الله على الظالم. بسيطه يا ابو عايد، بسيطه. احملوا زيتوناتكم وحلوا عنا، ما بدي اشوفكم ولا اشوف زيتوناتكم عند معصرتنا. الله يعطيكم العافية. هذا الزيتون للبيع. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعطيك العافية يا بابا. الله يعافيك. لهالحين وانتو بتكتفوا؟ أنا عارف عمارة أبو أيوب ما شاء الله. إيش يابا؟ شو مالكم؟ عصرتوا وبعتوا؟ ايش في من غير شر يابا؟ والله يابا قفلت دمعتي عشان اللي صار معنا اليوم، بس لما شفت اختكم مش هين علي تطلع تشتغل بالأجرة عند الناس. شو نعمل يابا؟ ما هو مش احنا لحالنا هيك. يابا خليني اطلع بكره مع خضرة ومع اخوتي، بشتغل معهم انا الثاني، طلع لي كم كرش. انت فوت ادرس ولا؟ بكفي اليوم غيبناك عن المدرسة. بلاش هالمدرسة. ولك قلت لك فوت ادرس. هو اذا بده يصير فينا خير بيوم من الايام ما بيجي من الشكل اللي نحن فيه. ما احنا راحت علينا. بلكي على الله انتم تتعلموا وترفعوا راسنا. فوت. كان موسم الزيتون يمثل في حياة القرية ذروة العام كله. كان على نحو ما محور التقويم الزمني الخاص بأهل الريف دون سواهم، فالموسم
يعلن نهاية عام من التوقع والعمل والانتظار والأحلام وبداية عام جديد منها. كان على الجميع أن يعملوا في قطاف الزيتون وحمله وعصره، وكان على الفتيات فضلا عن ذلك أن يخرجن على عمائر القرية والقرى القريبة بعد انتهاء القطاف للتبعر بلهجة أهل الريف، أي للبحث عن حب الزيتون القليل الذي غفل عنه قاطفوه فيبقى على أغصانه. وكانت تلك عملية مضنية ولكنها ضرورة لمعظم أهل الريف. وعلى الرغم من الطابع الاحتفالي للموسم، فإنه لم يكن دائما بهجة خالصة لجميع الناس. في كثير من الأحيان كان على بعضهم أن يتذوقوا طعم الحصاد المر. مش مخلين اشي على الشجر. يا بنات، اذا بدكن تنكن الزيتون اللي ظل يا مرحبا فيكن، ان شاء الله حلال زلال ونور وبخور عليكن، بس ما تكسرن الفرع. ها اللي بسمع وبعزم بيقول بدنا نطلع مونتنا من داره. سبعك ما ابخلك، هذه حظي وحظ اخوتي. هاي كلهم نسينها؟ شو عملت لحتى الله يسر لك ياها؟ كل واحد ربنا بيعطي عكدنيته. سميت وصليت على النبي وقلت يا رزاق، حظ اخوتي الصغار حسن وعلي. شو هذا يا امي؟ ارعدي تاكل لك. بتذكيني يا بنت المقاطيع؟ هاي الشجرة انا شفتها اول، واحنا متفقين اللي بتلاقي شجرة عليها زيتون بتكون الها. انا بعترفش بالحكي، هاي مش شجرة ابوكي ولا شجرة ابوكي. روحي غاد. هي بالعافية، والله ما بتقطعي. يصف عمرك. شو مش عيب عليكن؟ هاي المقطعه بدها تحوش على كل اشي. وقفي يا بنت. ايه مش مسيوبي بالمرة، يمكن مرتي تركتها مخصوص. يلا يلا دوري الكن على واحدة غيرها، هاي للبيت مش الكن. ابوي مصلي صايم كان كنت ما صدقت اللي طول عمره بيقول لنا اياه، انه احنا من حموله السبعاوي. في يوم من الايام لازم هم يجوا يدوروا علينا ويقولوا لنا انتم منا. ايه صار بيعتمد علينا احنا. ايش هذا؟ ان شاء الله سليمه، إن شاء الله سليمة. لا الحمد لله يا رب. ردة بسيطة، إذا في شيء بنقدر نعمله بتخاف تكون؟ لا 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 كل شيء تمام. ترى هذه وجعتها تبين بعد وقت، بدها تمليس بالزيت الدافي ولا بتنتفخ وبتصير. بعرف أنا دكتور. دكتور؟ وشو جاب الحكيم على أهل الفلح؟ في إلنا مزرعة وعزبة في النواحي. لا تكون أنت أكرم؟
انت ابن ابو اكرم السويدي؟ دكتور وشهاده طب من الجامعه الامريكيه. 3 سنوات في الصحه والعياده، وبعدها الناس ما بتعرفني الا من خلال ابوي. لا تواخذني. ولا يهمك. هيك بعدك بتعرج، مش لازم. بالعكس، كل ما مشيت عليها اكثر كل ما شفيت بسرعه. انت الدكتور؟ بس الدكتور ما بيعرف يركب خيل زي الناس، يمكن بتضحكوا علي بسركم. لا سلامة كيمتك، بس يمكن شاف حية وكان جفل منها، الخلا ملان حيايا. شكرا لانك لقيت لي عذر، رايح استعمله قدام جماعتي لما يسالوني. يا سيدي ريتنا كنا دكتورية وبنعرفش نركب خيل، مش خيال. ومع ذلك في هون في الريف اشياء احنا محرومين منها في المدينة. يا سيدي يلي ماله حاجة بالريف غير منظر الخضرة والجبال والمية والهواء النقي بحق له يكون اللي كلته. معاك حق، الريف عند الفلاح مش بس الخضرة والمية. لا تواخذني، ما كانش قصدي اني. لا ولا يهمك، معاك حق، كانت سخافة مني احكي هالحكي. بظن انه كلنا في المدن نعرف حال الفلاح، بس هون في العقل، اما الاحساس فشي ثاني. على كل فرصة سعيدة. يا زلمة شو مالك هيك متأخر؟ تعال تعال. أحذرنا في المذكرة ذاتها من أن تفاقم هذه الأوضاع سيؤدي لأن يفلت زمام الأمور من أيدي العقلاء، وبالتالي هذا سيضر بمصالح بريطانيا العظمى وأيضا بمصالح الشعب الفلسطيني. ولذلك حددنا مطالبنا الفورية والعاجلة في البنود التالية. أولاً، ضرورة إيقاف سير الهجرة اليهودية المتعاظم إلى فلسطين سواء كان بالطرق الرسمية المعلنة أم بالطرق السرية. ثانياً، وقف السماح بتسليح المستعمرات اليهودية وما يجري فيها من التدريب، وكلكم عارفين إيش المقصود. ثالثاً، وقف انتقال الأراضي لليهود استناداً إلى بنود سك الانتداب المشحف والقوانين الأخرى التي وضعت لهذا الهدف، وخاصة الأراضي المشاعر. تعرفه. رابعاً، ضرورة العمل على إحياء مشروع المجلس التشريعي الذي وعد به الكتاب الأبيض عام 1930 لكي يتسنى للشعب الفلسطيني أن يشارك في الحكم من خلال ممثليه الأكفاء، وذلك عملاً بالمبدأ الذي رددناه سابقاً مئات المرات: لا تشريع بلا تمثيل. خامساً، العمل على تحسين وضع الفلاحين، حيث بيّنت المذكرة بأن قطاع الفلاحين يعاني أكثر من غيره من وطأة الإجراءات الحكومية، ولا سيما الضرائب الباهظة التي تفرض عليه. وأشرنا في هذا البند إلى تقرير سامسونج عام 1930 الذي اعترف بأن ثلث الفلاحين لا يملكون أرضاً، وأن الأراضي الأخرى لو قسمت على الفلاحين لما كفتهم.
وأوضحنا بأن عمليات انتقال الأراضي لليهود تضر أول ما تضر بمصلحة المزارعين الذين لا يجدون أساساً قوت يومهم. وأخيراً طالبنا بضرورة معالجة أوضاع العمال وتفشي البطالة بينهم نتيجة تفضيل العامل اليهودي في مشاريع الحكومة وأعمالها، وكذلك نتيجة ضعف مشاريع الاستثمار العربية مقارنة مع اليهودية نظراً لسياسات الحكومة المالية. طيب وبعدين؟ وبعدين إيش؟ بعدين الإنجليز بيطلعوا قرار أو كتاب كالعادة بيشير بعبارات ملتوية قابلة لأكثر من تفسير لحقوق العرب، وإحنا كالعادة بنفرح ومنبارك هاي الخطوة الإيجابية، وبيطلعوا الزعماء بيقولوا للناس شايفين كيف إنه الحوار مع الإنجليز وعدم التسرع وضبط الأعصاب بيوصل لنتيجة؟ يعني وين الغلط؟ هل أنت اللي بدك إياه إنه الناس يطلعوا ويهاجموا مكاتب الإنجليز علشان يقلبوهم ضدنا ويصفوا أكثر مع اليهود؟ يابا هو في أكثر من هيك تحيز، حتى إحنا بنخليهم يتحيزوا أكثر. يعني فكرك إحنا مش فاهمين هالحكي كله، بس لازم نكون واقعيين، مش لازم نخلي العواطف تتحكم فينا. العقل بيقول إنه إحنا مش ممكن نجابه الإنجليز واليهود مع بعض. الإنجليز بهمهم الأمن، فلازم نأثر عليهم ونحاول نقنعهم إنه مش من مصلحتهم. فيك الخصام وأنت الخصم والحكم يابا، مفيش مصلحتين، في مصلحة واحدة لليهود والإنجليز. بس إحنا لازم نركز على اليهود. يا سيدي هذا ابني من جماعة الإنجليز، أصل الداء ورأس البلاء. يعني هذا مش صحيح؟ صحيح، بس ما منقدرش نواجه اليهود والإنجليز مع بعض. يعني بدي أسألك سؤال صغير، لو ما كانش في يهود إطلاقاً بيكونش في عنا قضية وطنية ضد الاستعمار البريطاني؟ ما هو في إنجليز في بلاد العرب الثانية وما فيش مشكلة يهود ومشروع وطن قومي، ومع ذلك وهيدو شيشة بكرة خلصت لعتاك وغلب. الصحيح يا بكرم كلام الحكيم مفهم، ما هو هذا الشبل من ذاك الأسد. يا سيدي نحن من خلفوش، بس هو واللي زيه بحكوا كأنه إحنا منحب الإنجليز أو لا سمح الله منقدم مصالحهم على مصالح الناس. يا سيدي الله يلعن أبو اللي بحبهم. ما أنا اللي بقوله إنه مش كل ما صارت عنا مشكلة محدودة ولا كان في عنا مطالب محدودة ندير ظهرنا ونقول لا المشكلة أكبر من هيك بكثير. لا، ما هو إحنا بهالطريقة هاي بنكون عم نضيع الدنيا جزء ورا جزء. على أي حال يا بكرم كويس يكون عندنا شباب زي الحكيم، خليهم يشتغلوا بالطريقة اللي بيآمنوا فيها، بركن إذا فشلنا إحنا هم بينجحوا. يا سيدي منيح زي ما بيقولوها من هالجيبة لهالجيبة، طريقتي ولا طريقة ابني المهم نضلها في البيت. يلا بالإذن. وين رايح؟ انا هذا الشاب بطرش عليه وحدي. يا اخوي هذول الشباب منهم حامي. يعني خلاص قتلنا يا ابو عادل. فشل. طيب السلام عليكم، بشوفك بكره. طبعا اللي عندك لعبه طاوله ثانيه بدل الغلط. عن طربوش المره الجاي. امار يكفينا شرها. خايف من الحرام ولا خايف على الطربوش؟ سلام عليكم. وعليكم السلام، الله وياك. انت امشي لحالك توكل على الله. وانت؟ انا راجع تذكرت مصلحه بدي اقضيها. طب برجع معك. لا خلاص زي ما قلت لك. كيف بدك ترجع؟ بدبر حالي برجع مشي كلها 20 كيلو. يا زلمه ساعتين وبتغرب، بدك تقطعها بالليل على اجريك؟ في اولاد حرام بنشطوا في مستعمرات. الامان بالله، بس الفي على ابوي وطمن. وعليكم السلام. تؤمن زيت وزيتون عنا والحمد لله. انا مش جاي ابيع زيت. الحقوله منكوشه وفي لها بستنجي. مش الافندي ابو اكرم بيك؟ شو اللي بدك اياه؟ انا جاي لك في مصلحه من البلد. البلد؟
اي بلد؟ لازم من طرف ابو عايد. اهلا وسهلا، تفضل تفضل. كيف حال ابو عايد؟ متوقع اليومين كنت. خير، ليش ما اجى معك؟ انا مش من طرف ابو عايد. اذا كان حدا دلك علي عشان وساطة قضية. مش هيك الموضوع، الصحيح انا ما عرفتش على حالي. انا اسمي مسعود الشيخ يونس، قصدي السبعاوي، من حمود السبعاوي. بس احنا عايشين لحال. طيب يا ابني، شو الموضوع؟ انا عندي مشاغل. انا بكدر مشاغلك، عشان هيك بدي ادخل في الموضوع بدون لف. في لحضرتك مزرعة وحواليها ارض، بتوكل فيها ابو عايد كل سنة بالضمان او الكسمة. وانا جاي هون ومتأمل تسلم لك قسم منها، بنفلحها زي ما بدك، بالضمان او بالكسمة. بس زي ما قلت، انا علاقتي بابو عايد، بعرف الرجل من سنين، يعني ولا مؤاخذة، انا بعرفكش زي ما بيقولوها. اللي ما بعرفك بجهلك. صحيح يا بيك، لكن احنا بنعرفك، احنا عايشين في الكرية بس انا بكره جرايد لما بيصح عنا. بعرف المجلسيين والمعرفيين واللجنة التنفيذية، وانك انت حضرتك من اكثر الناس اللي بيحكوا كل يوم في حال الفلاح البسيط اللي زي حالاتنا في الاجتماعات والخطابات. اليوم حضرت المهرجان الخطابي وسمعتك هناك. القصد الفلاح اللي بتحمل قضيته مش بس من امثال ابو عايد واللي عندهم املاك كثيره. فعاد انا كعدت فكرت بنفسي وقلت بيك زيك بيحمل همومنا وبيحكي كل هالحكي عن مشاكلنا واحوالنا التعبانه، مكدر احوالنا بالتاكيد ولا؟ واحنا اخوه شغيله وبنخاف الله، صايمين مصابين، لا يمكن نفكر نخون ونوكل حرام. وعلى اي حال احنا مش طالبين غير الستره ولقمه العيش. ايش كنت تتفق مع غيرنا؟ احنا مستعدين بالانقص. انا متاكد انه ابوي بيتفهم حالكم. ابوي ما بيحكي اشي في المؤتمرات الا هو بيعني كل كلمه بيقولها. مش هيك يابا؟ قلت لي انتوا من حمرة السبعاوي؟ يا سبحان الله، قبل ساعة كنت تقول لي ما بيجوز نأخر التعامل مع المشاكل الجزئية الصغيرة ريثما يتم حل المشاكل العامة. ولا هاد بس بينطبع على العلاقة مع الإنجليز وما بينطبقش على العلاقة مع الفلاح اللي في النهاية هو منا وفينا. نحكي عن الهدف السياسي يابا، العمل السياسي بده بعد نظر ولازم نعيد التفكير بالاساليب التقليديه. كيف صارت اوروبا؟ تخطيط. فلسطين بلد ريفي، يعني معظم اهله من الفلاحين، ومعظم الفلاحين من نوعيه الشاب اللي اجى عندنا فقراء، يا ما فيش ملك اطلاقا، يا ما ملك محدود جدا ما بيطعميش حدا في الظروف الحاليه، امثال ابو عايد قلال، وهدول مش محبوبين كثير من الاهالي هناك. كيف هالحكي؟ الناس بتتبع المخاتير والوجهات القروية. هذا ظاهر يابا، بس عاد عند الحز واللز هدول بس اللي بيتحركوا. يا كرام فهمني، ايش اللي بدك تقوله؟ اللي بدي اقوله انه احنا ما بنعرف بكره شو بده يصير، وانتوا اسا اللي بتقودوا الناس وبتعتبروا نفسكم مسؤولين عن القضية الوطنية. اذا صار بكره كان ايماني هدول الناس رايحين يضحوا ويموتوا، مش امثال ابو عايد. هاي عاد ما بتفق معاك فيها، الناس بتتبع زعماتها وأكم من واحد بحركوا 100,000. لا يا رب، صدقني هدول الفلاحين البسطة واعيين للقضية أكثر من غيرهم. أنا سمعتهم بيحكوا، صحيح بيعرفوش يصوغوا أفكارهم بعبارات زي عباراتك، بس كلامهم بيجي على الوجع تماما. أنت كان لازم تطلع محامي مش حكيم. ولا شو فكرة؟ الشطارة بتنفع أكثر من المباطحة. هسا أبو عايد لما بيعرف بتطفي الروزة تبعته. مش قلت لكم الله كبير ما بنسى حدا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. شو بقول يابا؟ عصرنا بنحتاج لحمارة ملك، بنقدرش كل ما بدنا نحمل إشي روح لعند أبو العبد. أي نعم الزلمة مليح وطيب، لكن إذا كان صاحبك عسل تنحسوش كله. منين بدنا نجيب حق الحمارة؟ والله ما بتجيب قبل رمص الأيام. لازم نلاقي لها طريقة، بعدين بدنا لوازم ثانية، ما انت عارف الأرض والزراعة. لوازم الزراعة الثانية بنوخذها بالدين وبنسد على الموسى. منين ظل بدنا نتداين؟ ما هم الناس اللي بنمون عليهم هون في البلد، حالهم زي حالنا،
واللي بداينوا برا بيشتغلوا بالربا. حد الله بيني وبين الحرام. ما هو هذا اللي بنقوله. هاي اخر ذهب عندك يا مستوره. مش عز منكم. الله بيسرها يمه، منكم على ظهورنا ان شاء الله بنشتري لك احسن منها لما الله يفتحها. تفضلوا. عملوها في دار الشيخ يونس، عملوها في هذا مسعود اللي كنا نقول عنه ساكن وادمي والمثل ياكل عشاء. يا ما تحت السواهي دواهي. بس كيف ابو اكرم قبل يسلمهم مارس من المزرعه؟ ما هو هذا اللي مطلع روحي. شو اللي لفوا على جماعه من هالنمره؟ كيف عرف ولد مثل مسعود؟ بس والله 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 لا اخليهم يندموا على اليوم. لا والله ما بخليهم يتنوا بيها. داري داري ولك استنى ما لحقتش. لا داري. وعامل حالك فارز زمانك على حصان اصيل. هذا حمار كديش كديش وما كترت تسوقه سبعه. أنا أبو زيد الهلالي سلامة. هيا 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 أهجموا على أعداء الله. البحر من ورائكم لا اليهود من أمامكم والإنجليز من خلفكم. الموت ولا العار. الموت ولا العار. امضي ونحن من ورائك يا أبو زيد. محروق أبو من حمار والله لو إني راكب خشبة. لازم حصان اصيل. وبعدين اوتومبيل، اوتومبيل ابو اربع عجلات. الاوتومبيل ما بنشوفه بالسنه مره. متصرف بدك اوتومبيل. ليش اللي بيجيب الاوتومبيل احسن مني؟ اخ بس لو تنفتح لي طاقتك كذا. طب لو انفتحت لك شو بتدعي؟ انه الله يرزقني جبل ذهب من شان صير من اغنى الناس ويصير المختار وابو عايد يبوسوا ايدينا. انت بدك تخبزيهن؟ وشو وراي؟ انت ما بدك تحل عنا؟ بتحكي معي؟ بحكي معك. لكن بحكي مع خيالك؟ طيب دير ظهرك وحل. الطابون والحطبات؟ شو قاعد هذا بيخرف؟ انت عارف مليح على شو قاعد بخرف. فلتوكم منه وخليه يعوي زي ما بده. طيب يا ابو هاي طيب، هسه بوجه الناس. سامعين يا زلام؟ هذا المفعوص بيهددني ولك روح انطم. إسلام لما تكون بتفعل. هج علي احمد احمد قل لك ابوي تعال حق الحماره. فعلتوها بالحماره كمان ولك وجبتك. خلاص عيب عليك سلمك ابوك. هذا يا ابوي هذا فشل ولا يكون زي ابوي. فشل اتشبه بابوك. والله لاسطح راسك. بتمد ايدك على ايه؟ بتمد ايدك على سيادتك. هذا كبيري يا ابن المقطعين. هذا كبيري والله لا غير تندب عليها. خلاص استحي. مين اللي استحي؟ استحي بدك تعرسكنا ونخرب بيتنا. ولك هو انتو عندكم بيت من شان اخربه. بس انت مش وجه عيشه.